السلام عليكم يا شباب، رجعت لكم في مقطع جديد وحلقة جديدة، واليوم سوف أستعرض لكم التحديث الجديد للعبة كار باركينج. طبعا أصدقائي، رقم التحديث هو 4.8.19.4. طبعا أصدقائي، هذا هو تحديث جديد نزل على اللعبة ولم يتم فيه تغييرات كثيرة، فقط سوى ضافوا سيارتين وبعض التغييرات داخل اللعبة. وبسم الله نبدأ أصدقائي نستعرض التحديث. أول شيء ندخل على الجراج، طبعا سوف استعرض لكم السيارات. هذه هي اول سيارة اضافوها، وهي نيسان جي تي ار ار 33. طبعا اصدقائي السيارة اليابانية الاسطورية، وهي من مجموعة الجي دي ام. شاهدوا اصدقائي كيف تبدو. وتاني سيارة لدينا وهي جي كلاس برابوس 2015 6x6، يعني دفع سداسي اصدقائي. شاهدوا اصدقائي كيف تبدو السيارة، فإنها وحش الألماني يا اصدقائي، وحش الألماني. شاهدوا اصدقائي كيف هي السيارة ضخمة، ولقد تمت إضافتها في اللعبة. وثاني تحديث اصدقائي لدينا تمت إضافته في اللعبة، وهو هذا هو يا اصدقائي ثاني تحديث، هو المؤشر الذي فوق. شاهدوا الاختصارات الرقص، شاهدوا كيف هي اختصارات الرقص يا اصدقائي، فهو هذا هو ثاني شيء تمت إضافته في اللعبة. حسنا اصدقائي، لهنا تنتهي حلقتنا اليوم، وان شاء الله نتعجبكم الحلقه. وهذا هو ابرز التحديثات التي تمت اضافتها في اللعبه، ولقد نزلت لكم عليها شرح او استعراض. واصدقائي لهنا تنتهي حلقتنا اليوم، وان شاء الله نتعجبكم، والى اللقاء. سوف القاكم بفيديو تاني، ومع السلامه يا اصدقائي.